في هذه المنطقة. كذلك بعد التحري والتقصي تم يعني الكشف على يعني احد الدواعش او خلايا الدواعش هنا في المنطقة، وتم القبض على احدهم وهو الان تحت التحقيق. الوضع الامني هنا ممتاز جدا، الوحدات العسكرية تقوم بدور كبير وكبير جدا بالاضافة الى الوحدات الامنية التابعة لوزارة الداخلية. هذا بالنسبة للوضع الامني في مدينة تراغن وما حولها. بالنسبة للزيارة الوزارية، يعني طبعا كانت هناك تكليف من سيد رئيس الوزراء لمجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات والوكلاء ونواب الهيئات في الحكومة الليبية لزيارة الجنوب والوقوف على أهم الاحتياجات من أجل يعني تضمينها في ميزانية 2020 ل يعني انشاء ويعني بعض المشاريع في المنطقه. طبعا الوفد الوزاري وصل منتصف الاسبوع الماضي الى مطار سمنهنت الدولي وبدا زيارته الى مدينه سبها، ومن ثم انقسم الوفد، جزء منه ذهب الى بلديه البوانيس وبلديات منطقه وادي الشاطي، والجزء الاخر انطلق الى اقصى الجنوب الى بلديات حوض مرزق وكذلك بلديات وادي الحياه وغات. طبعا عند وصول هذا الوفد الى مدينه تراغن مباشره اصر امر مجموع المناطق العسكريه ان يزور هذا الوفد كل بلديات الجنوب بالكامل. فبدا بزياره الى مدينه بلديه تراغن واجتمع مع عميد البلديه هنا وعدد من رؤساء القطاعات في البلديه، فوقفوا على اهم الاحتياجات للبلديه، من ثم انطلق مباشره الوفد برفقه امر مجموع المناطق العسكريه الى مدينه مرزق، واجتمع هناك مع عميد او المكلف بتسيير البلديه ومجموعه من مدراء القطاعات والشباب، ويعني استمعوا كذلك الى كل اراء الناس هناك. وايضا من ثم في نفس اليوم انطلق الوفد الى بلديه الشرقيه وعاصمتها ام الارانب. وايضا استمعوا كذلك الى مطالب المسؤولين هناك لاكثر ولزياده ولاكثر التفاصيل عن موضوع زياره الوفد الوزاري. معي هنا حمزه عميد بلديه تراغن ليحدثنا اكثر عن تفاصيل هذه الزياره وما تمقهض عنها وما يمكن ان تنتج عنه هذه الزياره. معي الاستاذ عبد الله ياسين عميد بلديه تراغن. استاذ عبد الله، طبعا يعني انت احد الذين يعني استقبلتم هذا الوفد هنا في بلديه تراغن، وكانت اولى البلديات في هذا المرض التي زار هذا الوفد الوزاري. ماذا تمقهض هذا الاجتماع وما هي النتائج التي يمكن تحقيقها من مثل هذه الزيارات؟ اولا مساء سعيد وجمعه مباركه على الليبيين كل ربوع ليبيا. اخي محمود، التحيه الاولى للقوات المسلحه العربيه الليبيه بقياده المشير اركان الحرب باسم حفتر والنواب باسم الرعاية العامة للمجموعة العسكرية والضباط والاعلاميين ايضا المرافقين لامر المجموعة العسكرية اللي الان بدا فعليا في تطبيق اجراءات امنيه مشدده على هذه المناطق ولتطبيق القانون ولفرض هيبه الدوله في كل ربوع ليبيا. المفتي الوزاري طبعا بتكليف من دوله رئيس الوزراء اللي يعني ابى ان يكون هذا الوفد باستراغم بدعوه منا وبدعوه من بتامين من القوات المسلحه. وصل الوفد الى استراغم واطلع على المختنقات و ما تحتاج المدينة فعليا. محمود بن مصباح موفد قناة ليبيا الحدث في المنطقة الجنوبية، ستكون معنا في ساعات إخبارية قادمة وذلك لرداءة الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك محمود بن مصباح موفد قناة ليبيا الحدث وتحديدا من مدينة تراغن.